وقال لي علاجك انك تتبرع بالدم ثم ترجع تسوي تحليل. دخلني في دوامة. احمد فقير للاصدقاء، ليش؟ انا غني باصدقائي، ولكن فقير للاصدقاء اصلا. عدد الاصدقاء تقصد؟ الصداقة مي بكثرة الاشخاص، احيانا يكون عندك شخص واحد يسوى البشر كلهم. كم صداقة تكونت لأحمد داخل هالبرنامج؟ أضيفت لحياته طبعاً. صديق بمعنى الكلمة؟ بمعنى يعني صديق يستحق وزن هالكلمة. وزن هالكلمة أعتقد أنهم 4 أشخاص. أسماءهم؟ أسماءهم فهاد القمي، وليد الزهراني، محمد الزعيزعي، خليني أزيدهم واحد زيادة، إبراهيم النجاش وعبد الرحمن العصيمي. إبراهيم النجاش وعبد الرحمن العصيمي. مع احترامي الشديد للجميع، أنا جايك في هالكلام. هذول أصدقاء، الباقي من هم؟ مو أصدقاء، هذول مقربين. مقربين، الباقي؟ الباقي لهم مكان في القلب، لكن شوف الصديق اللي أنا فعلاً أعتقد إنه صديق أرى فيه شخصيتي هم اللي عددت لك هذول. وكلامك منطقي وواقعي. متى نشأت هالصداقة وهذا القرب؟ في أي فترات البرنامج؟ ظروف تصير داخل البرنامج، مجريات منها أجرب الشخص وأعرف الشخص وأرى أنه يناسب شخصيتي أنا، فبالتالي أرى فيه الصديق. قد يكون الباقين لهم مكان في قلبي، لكن الآن ما وصلت إلى الطريق اللي يجعلني أشوفهم أو أرى شيء يجعلهم يصلون إلى المنزل اللي وصل لها الشباب. أضيف إلى ذلك في شخص ترى دخل معنا البرنامج وطلع الآن، دخل وطلع الأسبوع الأول، الآن قريب جدا لي سطام القرقاح. عشان تعرف أنه العبرة مو بكثرة الأيام، العبرة بالمواقف. سلطان؟ سطام أو القرقاح. سطام. إيش الموقف يا أحمد؟ مو موقف واحد، أكثر من موقف. تمنيت بقاءه في البرنامج؟ جدا. هل أخذ مكانه شخص لا يستحق؟ لا، هو اللي فرط في مكانه بتقصير منه. نعم، وكلمت أنا بالشيء هذا. الأسماء اللي ذكرتها لي قبل شوي، وجودكم مع بعض كجروب جميل جدا، ما رأيك من يقول أنه تحزب؟ لا، أنا أرجع إلى يوم، من يوم واحد إلى اليوم، اليوم 72 كاريزما. شوف أحمد مع الكل أو لا، ترى كلامي أنه الأشخاص هذولا أرى فيهم الصديق ما يعني أني ما أرى الباقين شيء أو ما أجلس معهم. أنا جلساتي مع الجميع، أتكلم لك عن سلطان الأمير، محمد السالم، عمر بن هذال، راكان بن ملاهي، كلهم والله العظيم لهم مكان في قلبي. لكن اللي أرى فيه الصديق أنا، اللي ممكن في يوم من الأيام مثلا إذا طلعنا من البرنامج يكون فيه يعني أمور أنا أصرح فيها له، هو الأشخاص اللي ذكرتهم. تنتمي إلى